مساء الخير يا شباب. ده كده هيبقى تالت ريكورد احنا هنعمله سيشن نرفعها. يعني انا كده بس هعيد على المحاضره، على المساله اللي في المحاضره ديت تاكيدا عليها بس مش اكتر، وهوريك ان هو نفس السيكونس اللي الدكتور مشى بيه، هي نفس المساله اللي انا حليتها ورفعتها من شويه. اوكي، هنا بيقول لك هنا عندك ايه، براكتيكال ترانسفورمر، عندك الريتد باور 10 كيلو فولت امبير، وعندك هنا 2200 و220 فولت، والفريكوانسي بتاعك 60 هرتز. وهنا قال لك انا طبقت التو تيستس بتوعي، اللي هو النو امبيدنس تيست والامبيدنس تيست، اللي هو بمعنى صح يعني الاوبن سيركت تيست والشورت سيركت تيست. الاوبن سيركت تيست بيديني عند الهاي فولت سايد بيكون اوبن، والشورت سيركت تيست اللو فولت سايد هو اللي بيكون ايه، شورتد. ماشي، تعالوا كان نرسم الكلام ده. ده معناه ايه؟ معناه الشكل ده. وهنا بيقول لك، تعالوا كده ناخدها سكرين احسن. ماشي، لاحظ بقى ان انا بيقول لي هنا ايه، عندي حاجتين، ان الاوبن سيركت تيست الهاي فولت سايد بتاعه بيكون ايه، بيكون اوبن. يعني معنى كده ان انا اما اجي ارسم هرسم ايه، الكور بتاعي الاول، وبعدين هرسم بقيه الامبيدنس. هنا عندي بقى الفي واحد، وهنا عندي الفي 2 داش، وهنا بيمر مين؟ الاي 2 داش، وهنا عندي الاي 1. خلاص، وده اللي هو انا سميته ريفيرد برايمري. وهنا بيقول لك بقى ان الهاي فولتج سايد بيكون اوبن. فين الهاي فولتج سايد هنا؟ اللي هو قصده بيه ده كده الهاي فولتج سايد، وبيسيبه اوبن سيركت. طيب، بما ان بيقول لك هنا ان الهاي فولتج سايد اوبن، يبقى ده بالنسبه لي مين؟ يبقى الجزء ده هو اللو فولتج. ماشي، يبقى ده الجزء بتاع اللو فولتج سايد. جميل، وده بيتحول للشكل ازاي؟ ده بيتحول ان انا ده عندي اوبن، فما فيش هنا كارنت بيعدي، صح كده؟ مفيش عندي تيار هنا بيعدي في الجزء دوت، يبقى السيركت بتاعتي تتحول للشكل ده اللي احنا حلناه اوريدي في المساله اللي فاتت. ده مين؟ ده الفي لو، الايه؟ اللي هو اللو فولتج سايد. ودي مين؟ مش ده الفي لو؟ يبقى دي عندي الار سي لو، ودي الاكس ام لو. يبقى عن طريق الشورت الاوبن سيركت تيست دوت هقدر اجيب الايه؟ الار سي لو، واقدر اجيب الاكس ام لو. طب انا عايز الار سي هاي. تمام، ما انت عارف بقى كده، طالما انت جبت الار سي لو يبقى انت عارف ايه؟ يبقى انت كده عارف ان ار سي هاي هتساوي ايه؟ الاي سكوير في الار سي لو. طيب والاكس ام هاي هيساوي الاي سكوير في الاكس ام لو، اللي انت جبتهم عن طريق مين؟ الشورت سيركت تيست، لما خليت الهاي سايد، الهاي فولتج سايد اوبن سيركت. طب تعالى كده نشوف المثال الثاني، شورت سيركت بقى تيست. قال لك الشورت سيركت تيست اللو فولتج سايد بيكون ايه؟ شورتد. طيب انا في الشورت سيركت تيست برسم مين؟ برسمها ريفير تو سكندري. ماشي، طب ازاي برسم السكندري ريفير تو سكندري؟ برسم الاول الامبيدنس بتاعتي كلها، وبعدين برسم الكور بتاعي. ماشي، قال لك بقى ان اللو فولتج سايد بيكون ايه، شورتد. ده معناه ان الجزء دوت بيكون ايه، شورت سيركت، وده اللو فولت سايد. ده معناه ان هنا ايه، عندك الفي هاي، يبقى ده الهاي فولت سايد. تمام، عندي بقى هنا مين؟ ده الهاي فولت، يبقى انا عندي الاي هاي والار دي واحد طبعا، واحد داش، والاكس
هاي واحد والاكس هاي اتنين داش، اللي هي دي بتعبر عن مين؟ اللي هي الاكس لو اتنين، وهنا الار لو اتنين برضو دي اتنين. طيب وهنا ده كده الار سي هاي، وهنا الاكس ام هاي داش. ليه؟ عشان انا حولت البرايمري نقلته للسكندري، يبقى كده في ايشو هنا عندي فوق، الداش موجود على اللي عليه واحد مش اللي عليه اتنين، لان احنا حولت من البرايمري نقلته ناحيه السكندري، وده هو اللي عليه الداش، اللي هو الار لو واحد والاكس لو واحد بيساويهم يعني. يبقى انا كده عندي الاي واحد داش، وهنا ماشي ايه؟ الاي اتنين لوحده. يبقى ده الفي لو اللي هو بيساوي الفي اتنين. طيب وده الفي هاي داش اللي هو في واحد داش. ليه؟ عشان انا برضو نقلت كل الاجزاء بتاعت البرايمري نقلتها للسكندري وسميته الايه؟ ريفير تو سكندري. ده اللي بطبق فيه الشورت سيركت، ها؟ شورت سيركت تيست. وقال لك وقتها ان الشورت سيركت تيست بيكون عند الايه؟ عند الجزء اللي هو اللو فولتج سايد. هو هنا هو بيقول لك التيست ده بيطبق امتى؟ عند لو فولتج سايد شورتد. يبقى ده اللو فولتج سايد وده الهاي فولتج سايد. ماشي؟ جميل قوي. يبقى انا في الجزء بتاع، يبقى كده عندي جزئين في الشورت سيركت. عندي ايه بقى؟ انا كده بشتغل على الايه؟ على اللو فولت سايد، وبتبقى الشكل الرسمي عندي كده، ده الفي لو. يبقى انا بروح اقول له ايه بقى؟ اقول له الباور بتاع الشورت سيركت ماشي هيساوي ايه بقى؟ الفي لو سكوير على مين؟ على الار سي لو. تمام؟ يبقى انا كده جبت مين؟ اقدر اجيب الار سي لو اللي احنا عملناه في السيشن اللي فاتت. وبعدين عندي الزد equivalent هتساوي مين؟ الفي لو على الاي. كده يبقى انا جبت مين؟ جبت الزد equivalent. طب انا عايز اجيب الاكس ام لو برضو، اللي هي بتساوي ايه؟ قلت لك الزد equivalent سكوير ناقص الار سي ال سكوير. كده انت جبت مين؟ الاكس ام ال. طب انا عايز اجيب الكرنت. خلي بالك تاني، انا هفكرك بيها. انا قلت لك انا بجيب الار سي لو ازاي؟ عن طريق الباور ماشي. يبقى الفي ال سكوير على الباور على الفي ال سكوير. ليه استخدمت الباور؟ عشان الباور ديسيبيتد بتكون في الريزيستنس بس، وبعدين قسمت الفولت على الكرنت جبت الايه؟ الزد توتال كلها، الامبيدنس الكليه، وبعدين جبت الاكس ام ال اللي هو الاكس ام بتاعت الكوره عند اللو سايد. خلاص. وبعدين انا عايز بقى اجيب الكرنت. انا مش محتاج اجيب الكرنت، بس لو انت احتاجته ممكن انت ايه تشتغله عادي وتجيبه يعني. طب هو ريكورد واقف، انا مش فاكر فين بالظبط، فهعيد الحته دي تاني. يبقى في الاوبن سيركت عند اللو فولت سايد انا جبت الباور. الاوبن سيركت هي عباره عن ايه؟ الفي لو سكوير على الار سي ال. يبقى جبت الار سي ال ازاي؟ بالظبط كده. يبقى عندي الفي ال سكوير على الباور بتاعي. ماشي. وبعدين جبت الار سي ال. طيب انا عايز اجيب الاكس ام ال، اجيبها ازاي؟ مش عارف. طب انا اقدر اجيب الكرنت اللي ماشي، مش انا عندي الكرنت اللي هو الاي لو دوت بيتوزع، واحد يمشي فيه على الريزيستنت وواحد يمشي فيه على الاندكتر. خلاص. يبقى انا عايز اجيب الكرنت اللي ماشي في الايه؟ في المقاومه ديت. ماشي. يبقى الكرنت اللي ماشي في المقاومه ده عباره عن ايه؟ عن الفي لو على قيمه المقاومه نفسها اللي انا جبتها دلوقتي. خلاص. يبقى انا جبتها كده ايه؟ جبت الار سي ال اللي هي الار سي لو، جبت دي. خلاص. طب انا معايا الاي الكليه صح؟ هو كان مداني في التيست نفسه. طيب حسبت الاكس ام ال ازاي؟ جبت الكرنت الكلي سكوير ناقص الايه؟ الكرنت اللي ماشي في الريزيستنس سكوير، وجبت الرود بتاعه. خلاص. كده انا جبت الكرنت اللي ماشي في الاكس ال ايه؟ في الاكس ام ال. طيب وبعدين عايز اجيب بقى قيمه الاكس ال نفسها. خلاص. انا معايا الفولتج، والفولتج دروب اللي هي ايه؟ مين هي؟ الفي لو. هقسمها على الكرنت، جبت الاكس ام ايه؟ لو. طب هو بيقول لك هات لي
الموديل بتاعك ريفير تو هاي 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 فولتج سايد. خلاص يبقى انا محتاج الار سي هاي والاكس ام ايه هاي. خلاص يبقى انا هطبق القانون بتاعي دوت. انا شغال دلوقتي فين؟ في البرايمري سايد. يبقى هضرب الاي سكوير في الار سي ال واضرب الاي سكوير في الاكس ام ال اللي هي لو يعني. جبت الار سي هاي وجبت الاكس ام ايه هاي. خلاص ده كده الايه؟ الاوبن سيركت تيست. خلي بالك في الاوبن سيركت تيست مش شغال فين؟ في السكندري. تمام. يبقى انا كده الاوبن سيركت تيست بشتغل في البرايمري سايد. عشان كده عملت ايه؟ عشان كده ضربت الاي سكوير في الاي ار سي ال عشان اجيب مين؟ قيمه الار سي اتش اللي هي الهاي. وجبت الاكس ام اتش ازاي؟ جبت الاي سكوير ضربتها فين؟ في الاكس ام لو عشان شغال فين؟ في البرايمري سايد. لو انا كنت شغال في السكندري سايد احنا كنا بنقسم ايه؟ الار سي ال بنقسم الار على الاي سكوير، لكن في البرايمري سايد بنضرب. تمام؟ طيب تعالوا كده نحقق بقى شروط الايه؟ الشورت سيركت تيست زي ما خدناه برضو ايه في الـ في الـ في السيشن اللي فاتت. يبقى زي كده ما قلنا الشورت سيركت تيست بعمل ايه؟ هشتغل عند الهاي فولت سايد. ليه؟ عشان هو قال لك ان اللو فولت سايد بيكون ايه؟ شورتد. يبقى انا شكل الدايره بتاعتي هيبقى عامل ازاي؟ هيبقى عامل كده. الفي هاي ودي الار ايكويفالنت هاي والاكس سوري ايكويفالنت هاي. ده الفي لو شورتد. تمام. طيب يبقى انا هعمل ايه بقى؟ هقول له ان الباور بتاعت الشورت سيركت هتساوي الفي في الاي او هتساوي مين؟ الاي سكوير فين؟ في الار equivalent high. يبقى انا هستخدم ايه؟ الاجزاء كلها اللي موجوده عند الهاي فولتج سايد. طيب وبعدين اروح احسب عشان انا عارف ان الباور بتديسيبيت فين؟ في الريزيستنس. هروح هنا احسب الار ايكويفالنت هاي هي عباره عن ايه؟ الباور شورت سيركت اللي هو ريدنج هو مديهولك اوريدي في التست بتاعك على الاي بتاع الهاي سايد سكويرد. جبت كده مين؟ جبت الار سي هاي. طيب وبعدين انا عارف ان الزد ايكويفالنت هتساوي مين؟ الفي هاي على الاي هاي. جبت الزد ايكويفالنت. طب انا مش عايز الزد ايكويفالنت، انا عايز كمان الاكس هاي او الزد ايكويفالنت هاي. جيبها ازاي؟ هتساوي بقى جذر الزد ايكويفالنت ناقص سكوير طبعا ناقص الار ايكويفالنت سكوير. كده انت جبت مين؟ جبت الاكس ايكويفالنت هاي. يبقى انا في التيست دوت بقدر اجيب مين؟ بقدر اجيب ال R resistance equivalent للهاي وال Z equivalent high. خلاص. طيب هو لو قال لي احسب لي بقى ال referred اعمل لي modeling لل referred to low. انا كده خلي بالك بجيب الهاي. طب انا كده عايز اجيب ال R equivalent low. هسويها ازاي؟ هروح اجيب ال R equivalent high اللي انا جبتها واقسمها على A square. طب عايز ال X equivalent low. هجيب الاكس ايكويفالنت هاي اللي انا حسبتها واقسمها على ايه؟ على اي سكوير. خلاص. ويبقى وقتها انا كده برسم ايه؟ برسم الشكل بتاعي زي ما احنا هنشوف دلوقتي. انا كده عايز ارسم الهاي ريفير تو هاي هرسمه له كده. خلينا نرسم الكوري الاول. يبقى كده هرسم الريفير تو هاي ماشي. دي اجزاء الكور وبعدين هيبقى عندي ال R equivalent وال X equivalent ماشي. يبقى دي R C high حسبتها وال X M high ودي ال R equivalent high وال A وال X equivalent high. طب قالك لا هات لي بقى refer to ايه؟ to low side voltage. يبقى انا هعمل ايه؟ نفس الكلام ده بالظبط هعمله. هبدا ارسم الكور وبعدين هرسم الايكويفالنت بتاعتي واحسب له بقى. هقول له ان دي الار سي لو انا بشتغل لو سايد والاكس ام لو ودي الار ايكويفالنت لو ودي الاكس ايكويفالنت لو. حسبتهم ازاي؟ عن طريق القوانين اللي انت شايفها قدامك دلوقتي زي ما حلينا المساله بتاعت 3 2 13 اللي احنا حلناها ورفعتها على الفيديو اللي فات. امشي كده عليها بنفس الخطوات
هتلاقي ده ايه، ده النظري اللي احنا ايه شرحناه اوريدي. تمام، يا رب الدنيا تكون رايقه شويه والدنيا وضحت اكتر. راجع المحاضره تاني وربنا يوفقكم في الامتحان الجاي.